11 سبتمبر 2020 كيما راكم تشوفوا البحر راهو طالع بالبزاف. نشوفوا كاش بلاصه هكا تكون كالم، ندخلوا نقصوا شويه. الحاجه المليحه انه اليوم الريح غربي، وراكم تشوفوها والشرق منا ما وليكم، ومنا الغرب هكا الريح وجاي هكا منا، يعني دي سين ملاح. من بين الحوايج خاوتي ما مبليش لا كان يبانو في الكاميرا ولا لا، كيما راكم تشوفوا الفراخ وكذا، تما كاينه بريزونس تاع بتي بواسون بزاف. باذن الله باذن الله تعالى يكونوا لي غران بواسون لي بريداتور. الله المستعان خاوة، ندخلوا نديروا فيها قصرة وبعد ان شاء الله نطلعوا عليكم. كما قلت لكم خاوتي، من بعد ما لقينا يعني بلاصه يعني نقدروا عندنا لاكسي باش ندخلوا، الحاجه الاولى كي دخلنا قاعدين نلاحظوا تما في الكورون الاتجاه تاعو، التحرك تاع المياه، الوفره تاع السمك. لذلك خاوتي درنا تما انسبكسيون كيما نقولوا، بحث خفيف شفنا من الفوق، ومن بعد هبطنا لهنا. خاوتي حبيت نطرق الحبابي اللي يسقساوني بزاف على الطريقه تاع الانديان، الطريقه الهنديه، وهذه طريقه خاوتي نقوموا بها في قاع البحر ميش من فوق في السيرفاس، انه هذه تسمح لك حتى ولا كانت كاين تواجد تاع سمك انك تقدر تقرب منه بلا ما يفيق لك. هذه تما راهي جد فعاله يعني في الصيد، خاصه في المناطق اللي راهي معروفه يعني بتواجد الصيادين بكثره، وين السمك تكون عنده حيله كبيره يعني. لذلك الخوا ديما استعملوا هذه الطريقه، بحيث انه باذن الله الا كان تواجد تاع سمك راح تقدروا تقربوا منه وتيريو. من بعد ان شاء الله نطرق معاكم كيما نقولوا لهنا في هذه، اني نعتلكم كيف ما تتقربوا، كيف يعني يكون الديبلاسمون، كيف تستعملوا يعني لابوسيدوني يعني الاعشاب والصخور باش تتخفاو مليح. ومن بعدها ان شاء الله رانا نطرقوا نشوفوا كيفاه يعني حتى نوصلوا لطريقه التسديد، تما عفوا حتى نوصلوا للتسديد تما من الانديان من الطريقه الهنديه حتى التسديد. الله المستعان. الخوا لا اله الا الله محمد رسول الله. لهنا خوا في هذا الفيديو ثاني كيما احبابنا سقساوني ثاني على طريقه تما لزياده مده كتم النفس، وكاين واحد التفاصيل بزاف احبابنا ما يعطيهمش يعني اهميه، ولكن انه يلعبوا دور كبير في زياده مده كتم النفس. من بين هذا التفاصيل خاوتي الطريقه تاع الكانا لا فيرتيكاليتي في النزول، تما كيف ما يعني الانسان يخدم مسرانو باش يهبط، لانه خاوه كي تهبط نتايا بزاويه قائمه تاع 90 درجه راح تعاونك بالبزاف، سواء يعني نتايا باش تبينيتري الماء باش تهبط يعني تشق المياه وتهبط، سواء في الامطار الاولى واللي عاده تكون هي الصعبه يعني الانسان باش يزاول فيها القاع، دائما انه يستهلك فيها الانسان اكسجين بزاف. لذلك خاوتي الكانار تاعك ولا فيرتيكاليتي راهي تلعب دور كبير كيما شفتوا، تقفل يعني المسلان تاعك زاوية 90 درجة، من بعدها تلونسي روحك بانسيابية، كي تهبط تطلع رجل ولا تطلع زوج رجلين وتهبط، راح تعاونك بزاف الخاوة في اقتصاد تاع الأكسجين، ومنها بعد ما تبذلوش جهد، لأنه التجديف يلعب دور كبير، لازم ديما الخاوة تجدفو بسلاسة. هذا هو الأصل خاوتي، لأنه الناس كلها راهي كيف كيف، وربي خلقنا كل كيف كيف. شنو هو الانسان ديما يستعمل كيف يستعمل طرق اللي يطوروا من كيما نقولوا من مده كتم النفس، وما يقتصد بعد الانرجي هذيك الزايده يعني اللي تروح هكاك، انسان ديما يحاول يقتصدها. والله المستعان. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا انا خاوتي دوك نجيو للموضوع اللي طرقنا له في اول الفيديو فيما يخص يعني الطريقه الهنديه يعني التنقل يعني في قاع البحر، وكيف نستعملوا الطريقه هذه حتى نوصلوا للمرحله التسديد. لذلك خاوتي تشوفوا بلي كيما حكينا نطبقوا يعني الشروط الاولين هذوك في الكانار تاعنا في لا فيرتيكاليتي، الاولى تعطينا سلاسه ونقصوا الصوت والحس بزاف باش السمك اذا كان كاين في المحيط ما يفزعش. من بعدها خاوتي نستغلوا ديما التكوينه والتركيبه تاع قاع البحر، سواء كان يعني اعشاب او كانت صخور، في التنقل باش ما نخليو ديما سمك كيما نقولوا محال يفيق لك، هذه نقولوها هكا بالدرجة باش خاوتي يفهموني. السمك محال يفيق لك كيما هكا، لانه ما يشوفكش، والسمك الا كان شافك سيرتو زون كي تكون فريكونتي بزاف دي شاسور يعني، والسمك تكون عنده خبره يعني مع الصياد وشايفه من قبل وتعرض لحالات بزاف كيما تاع التسديد، راهو يشوفك من تندو في غرب. لذلك ثاني كاين ثاني واحد العوامل الاخرى يعني طبيعيه، من بينها يعني لا فيزيبيليتي كي تكون طايحه شويه راح تعاونك بزاف في التخفي، لان كيما راكم تشوفوا زوج حبات تاع صار كانوا بعيد بزاف.
من بعد ما وصلت لهم يعني الطريقه الهنديه تخفيتها كان تير بعيد بعيد بالبزاف يعني كان فوق الخمس مترات ونص هذا. وصراحة خوا يعني المسدس ثاني يلعب دور كبير لأنه كون جا مسدس يعني عادي ما فيهش قوة يعني كبيرة محال يعني يجيبها في المسافة هذه وراها في المضربة كم تشوفوا فيها منين تيريتها. لذلك خاوتي ثم ديما كي نركزوا نطوروا بالحاجة 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 حتى بإذن الله تعالى في الآخر يكونوا عندنا مجموعة يعني من العوامل اللي بإذن الله تعالى راح يساهموا سواء في التطوير تاعنا يعني تاع طريقة الصيد أو يعني في الصيد في حد ذاته. ثم بإذن الله تعالى كي تعرف بلاصة فيها الحوت راح تدير فيها الرافاج ورزق بيد ربي على كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهنا ثاني خوا إيه كيما ديما نحكيوها بلاصة كي تعود فيها الكورون بالبزاف ديما نشوفوا لي زوني مقفولين بلا روشي لأنه ديما الأسماك راح يعني تتخفى فيها منها ترتاح وساعات ثاني كيما نقولوا تتخفى من بريداتور كي يكون على كل حال. أنا في النهار هذا ما كانش خلاص يعني أخرى يعني تاع سمك كان ديسبا كيما نقولوا اختفاء يعني عام ما كانش والله لي تسعة ما سوى ترقاط. الله المستعان على كل حال. إلا أنا كيما راكم تشوفوا هاي كي تخفي تهبط مع الروشي حبتها صار مليحة تيريناها ولله الحمد. وش راح نقول خاوتي ثاني تاعنا ثاني خاوة لازون هذه راهي بزاف يعني تحير صراحة الفيديو هذا اللي من وراه نخليكم ثاني تسمعوا واحد الصون هكا صون بيزار يعني صراحة وهدرت عليه يعني شحال من خطرة وما لقيت حتى طريقة يعني تقول بلي ها من ناتج من مصدر هذا والله هذا. لذلك تما نعرف احنا مازلنا في البحث تاعنا كيما راكم تشوفوا دوك نهبط لهنايا وتسمعوه يعني صوت كبير نخليكم الخاوة تسمعوه ونوديو بإذن الله. كما سمعت الخوا حس يعني صراحة يعني كي أنا كي طفل خويا كي عبدو كي بكل يعني سمعناه وكان صوت يعني فيه يعني حس كبير. الله المستعان على كل حال. في الأخير خوا كما حكينا في الأول تاع الفيديو المعطيات يعني كانوا يقولوا بكل يعني تكون بربيش الله وفرة تاع السماء وإنما ساعة ساعة يحدثوا يعني كادي فاكتور اللي يكونوا خارجين يعني كيما النو وكذا كيما على بالكم بالمطر اللي تهرب السمك ما يقعدش كيما قادر تاني حالة البحر دركا ما على باليش انا تقلبت دانسونس وين قوى الكورون بزاف السمك راح تما هرب لقاع البحر. الله المستعان على كل حال خوا هذه هي على العموم الدخلة تاعنا وكيما نقولوا من الاول للاخير كل شيء مكتوب ربي والرزق بيد ربي سبحانه. الله المستعان في خرج اخر ان شاء الله. السلام عليكم.